استمرار الأولمبياد خاصة يعني أقولها يعني بكل صراحة هو رهان الرابح. استمرار الأولمبياد خاصة بعد أن وصل بعض طلباتنا إلى منصات التتويج العالمي واستمراره وتقديمه أيضا الفرق الوطنية وأيضا وصولهم الاستمرارية دائما بلوغ القمة ليس صعبا، ولكن الحفاظ على هذا الأمر هو الصعوبة، وهذا ما تعمل عليه طبعا هيئة التميز والإبداع ومن خلال تطوير آلية عملها وأيضا مختلف هذه المنظومة، يعني خاصة بعد أن تم هذه المنظومة وضع من حيث مركز الوطني للمتميزين وهيئة التميز وأيضا مسابقة الأولمبياد وأيضا ما يتعلق بالبرامج الأكاديمية. сегодня мы познакомились на самом деле с золотом нации с будущим Сирии. я очень приятно удивлен на каком уровне. لقد شاهدنا مستوى عاليا من التنظيم للأولمبياد العلمي السوري، وهناك الكثير من العقول المبدعة لديكم، ونرجو أن ينتقل المتفوقون للمشاركة في المسابقات العالمية. نحن عادة الطلاب من 1 إلى 10 بيدخلوا الفريق الوطني، أما السنة تم الرجوع للعام الماضي من 11 إلى 20 إمكانية إعطائهم فرص جديدة ليدخلوا من خلال امتحان معياري أو اختبار علمي معياري. هذا الامتحان ممكن يكشف إمكانية وجود حالة التميز واستثماره لمرة تانية. السنة هي اعتمدت على طريقة معيارية بانتقاء الفرق، هي كل سنة كنا نقدم نحن القدامى نفس الاختبار اللي بيقدمه الجدد، أما السنة هي فإنه الهيئة طورت الأسئلة لتعتمد إنه طريقة للتمييز يعني بطريقة أحسن شوي من بين القدماء اللي هنا نحن والجدد. بنصح كل الطلاب للسنة القادمة رح يشاركوا بهالامتحان، لأنه كثير مميز ورائع وبيعطيك فكرة عن الحياة العملية أكثر من الحفظ، يعني بيساعدك على الحفظ وكل شيء. والله يعني صعبين، مستواهم أعلى من المستوى الفكري للطلاب العاديين، بس يعني بينحلوا إذا دارس منيح. تشجعت لأنه لقيت رفقاتي كلهم السنة الماضية تشاركوا فيها وأخذوا جوائز. هلا أنا بالاختبار الأول كانت الأسئلة شوي صعبة، يعني بدها دقة وشي بدها حفظ، يعني بدك تدمجي أنت بين إنك تفهمي الفكرة وتحفظيها. الفكرة الثانية إنه أنا حبيت علم الأحياء لأنه أنت بيعلمك كل شيء بالحياة العامة، يعني كل شيء متعلق بتحسي بالعلوم فيه هيك فيه شيء من المتعة. كمان اللي جذبني انه يعني بحب الافكار بفهمها بسرعه، ويعني فيني اصرف وقتي بشكل مفيد حتى يعني بدون ما اصرفه سدى، فيني انا اهتم بهيك شغلات يعني كثير بتفيد وتجربه رائعه، وان شاء الله رح نطلع الاول على سوريا ونرفع اسم سوريا.